اكيد احساس جمهور الاهلي غير اي نادي تاني برضه. عايز اقول لك حاجه، انا سالت كتير على جماهير يمكن في كل نادي كنت بروح اقول، كنت بقول جمهور النادي الاهلي لا يعوض. ليه؟ اولا جمهور واخد على انه طول عمره نمبر 1، صح، طول عمره بيكسب انت عارفه، فليه معامله خاصه، وحتى هو جمهور راقي. ناس احيانا الناس اللي بتنتقد جمهور الاهلي بيقول لك ان هم بيحبوا ناديهم بس، وطول عمرهم بيقولوا يعني حتى اقول لك ايه اهلي وخلاص، انك بتقول اهلي وخلاص، ما هو لازم يقول لان هو مبسوط طول الوقت. يعني جمهور واخد على البطولات، نديم عوده على كل سنه بيجيب له بطوله، صح. يعني احنا وصل بينا الحال ان بطوله الدوري اللي احنا بناخدها خلاص بقت عاده بالنسبه لك، يعني كتير قوي بمشي في الشارع الناس يقولوا لي كابتن الدوري احنا، ما هو الدوري بتاعنا، احنا بناخد الدوري، احنا عاوزين بطوله افريقيا يعني.